عبرت الرئاسة الفلسطينية عن استنكارها وشكبها لقرار مجلس النواب الأمريكي الذي يدعو لحظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة. وقالت الرئاسة الفلسطينية إن هذا القرار يتناقض مع قرارات الإدارة الأمريكية المعلنة وسيؤثر سلبا على دورها ومصداقيتها في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي القائم على أسس الشرعية الدولية وفق حل الدولتين، مضيفة أن القرار خطير ويتنكر للقرار الأممي الذي يعترف بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني. وأكدت أن ذلك لا يخدم الجهود المبذولة على كل الأصعدة لخلق مناخ مناسب للاستقرار والأمن في المنطقة.